رياض محرز يفوز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر فبراير في مانشستر سيتي. حصد رياض محرز جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي خلال شهر فبراير الماضي بفضل مساهمته في مساعدة فريقه في الحفاظ عن صدارة جدول الترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق نادي مانشستر سيتي فوزا كبيرا على غريمه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في دير مدينة مانشستر والمقام في ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد ضمن منافسة الجولة 28 من الدوري الإنجليزية. وهنأ النادي على حسابه الرسمي تويتر قائلا: محرز هنا هو بطل شهر فبراير، النجم العربي الجزائري يفوز بجائزة لاعب الاتحاد. وتفوق محرز على زميله في الفودين ورحيم ستيرلينج في نيل لقب أفضل لاعب في النادي السماوي خلال شهر فبراير الماضي، حيث طرح الموقع الرسمي لنادي استفتاء أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب خلال الشهر، ووقع الاختيار على محرز. وسجل محرز ثنائية في دير مانشستر أمام اليونايتد ساهم في فوز فريقه على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل واحد في المباراة التي تجمعهما في الملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسة الجولة 27 من البريمير ليج. وحقق النجم الجزائري رقما ممتازا بين اللاعبي باقي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن نجم مانشستر سيتي البالغ من العمر 31 عاما من تسجيل 21 هدفا، 10 أهداف في الدوري الإنجليزي، و6 أهداف في الدوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس الرابطة الإنجليزية، 3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي. وتقدم النجم الجزائري للمركز الرابع في ترتيب أفضل هداف الدوري الممتاز للموسم الجاري حتى الآن مع عدد من اللاعبين. ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب البريمير ليج برصيد 66 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الوسيط فريق ليفربول.